الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له صاحبة ولا ولد، رفع السماء بلا عمد، بسط الأرض على ماء جمد، قسم أرزاق العباد فلم ينسى فيهم أحد، تفرد بالوحدانية فقال في كتابه العزيز قل هو الله أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا ومربينا ومؤدبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوات الله وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله، رضوان الله تعالى عن الصحابة الكرام أجمعين وللتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حديثنا اليوم بإذن الله جل وعلا عن التاجر الأمين. موضوع خطبتنا عن التاجر الأمين. بداية، يقول ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذا حث الإسلام على السعي في الرزق وعدم التواكل. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فهذا أمر من الله عز وجل لنا إلى السعي في الرزق وعدم التواكل. وأيضا فإن الله أحل أشياء وحرم أشياء، فقال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالتجار ينقسمون معنا إلى قسمين. اليوم هنتكلم عن التجار، ودول بينقسموا معانا القسمين: التجار الأبرار والتجار الفجار. احنا عندنا نوعين من التجار: تاجر بار وتاجر فاجر، وهنتعرف عليهم إن شاء الله النهاردة. التاجر البار أو التجار الأبرار هما الذين يتقون الله عز وجل في البيع والشراء، يتقون الله في كل شيء بما يخص تجارتهم وبضاعتهم وبيعهم وشرائهم. ولهم صفات، فمن الصفات للتاجر البار أو التجار الأبرار هم الذين لا تنهيهم تجارتهم عن ذكر الله. أول شيء علشان تعرف التاجر ده إذا كان تاجر من الصنف الأول اللي هم التجار الأبرار، اعرف إن هو أول شيء لا تلهيه التجارة ولا المكسب ولا أي شيء عن ذكر ربنا. قال الله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. دول ناس بتخاف من ربنا، دول ناس أول ما بيسمعوا الأذان يكفلوا ويروح يصلوا، دول ناس هم قاعدين بيشغلوا نفسهم بالذكر وبالطاعة. وهنا من الذكر الحميد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال: من دخل السوق، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، بيده الخير وهو
القدير ماله ده؟ اللي بيقول الذكر ده إيه اللي بيحصل له أول ما بيخش السوق؟ كتب الله له 1000,000 حسنة وحطت عنه 1000,000 سيئة ورفع له 1000,000 درجة. وانتوا عارفين ان 1000,000 يعني مليون. اللي بيقول الذكر ده وهو داخل السوق ربنا بيكتب له 1,000,000 حسنة وبيشيل عنه 1,000,000 سيئة وبيرفعه بيها 1,000,000 درجة. ما هو ده مش مخصوص بالتاجر بس اللي هو التاجر، لا، ما انت ليك اجر اللي داخل السوق بتتسوق وراح تجيب خضار ورايح ورايح ورايح، ليك اجر. فهي اول صفه من صفاتهم هم الذين لا تلهيهم تجارتهم ولا بيعهم عن ذكر الله. تاني صنف معانا وتاني صفه من صفاتهم الا وهي الصدق، حيث يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. تخيل إن لو أنت بتصدق في تجارتك وأمين في التجارة بتاعتك وأمين على مال الناس وعلى قوتهم، أنت هتبقى مع النبيين والصديقين والشهداء، أنت هتبقى في أعلى مرتبة من مراتب الجنة، هتبقى في أعلى مرتبة يوم القيامة. وهنا التجار المقصود بهم من صغيرهم إلى كبيرهم، يعني لو واحد عامل فرشة كده صغيرة بيبيع فيها طماطم بيبيع فيها أي شيء، هذا داخل من تبع التجار. ما هو مش لازم التاجر اللي هو عنده مخازن وعنده شركات، لا، التاجر حتى الصغير أي تجار مقصود بها التاجر الأمين مع الصديقين والشهداء والنبيين. دول ليهم مكانة عظيمة عند ربنا. البياعان بالخيار ما لم يتفرقا، البياعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. لو صدق وبين، يعني لو التجارة بتاعته فيها عيب بينها ربنا سبحانه وتعالى وبينها للي هيشتري منه، ربنا هيبارك في البيع ده. وإن كذب وكتم محقت بركة بائعهما. البركة بتاعت البيع لو هو بقى بيكذب، لو هو بيقول لك والله دي فيها مكسب جنيه، والله دي فيها مش عارف ايه، والله ديت المنتج الأصلي مش التجليد، والله كل ده، ما هو لو كذب وكتم العيب اللي في المنتج بتاعه لو هو فيه عيب ربنا سبحانه وتعالى مش هيبارك، محقت البركة، خلاص بقى ما فيهاش بركة. تالت صفة معانا ألا وهي صفة الأمانة. احنا اتكلمنا عن الصدق واتكلمنا عن الذين لا تلهيهم التجارة ولا البيع، نيجي عن تالت صفة ليهم ألا وهي الأمانة. والأمانة دي شيء احنا افتقدناه كتير في الحياة العملية بتاعتنا بعيدا عن البيع والشراء، احنا افتقدناها في حياتنا اصلا. وهنا هتكلم على قصتين علشان خاطر ما نطولش في الموضوع ده، وهنتكلم على قصتين في الامانة. ذكر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قصة وقال، ركز معايا، انه كان هناك رجل باع عقار، راجل كان يمتلك بيت وباعه، فلما باع البيت بتاعه دوت لواحد تاني، الراجل التاني بيدور كده في البيت وبيتمشى كده في العقار بتاعه اللي هو اشتراه، لقى صرة من الذهب، لقى شوية فلوس من الذهب، لقى قطع الذهب، لقى أي شيء كده من الذهب. فمن الأمانة أخذ هذه الصرة من الذهب وذهب إلى الرجل وقال له: لقد وجدت هذا في العقار الذي بعته لي، دي بتاعتك انت. الراجل بيرد عليه بقى، ما تخيل بقى، ما اصل دول ناس مش زينا. قال له ايه؟ قال له: لقد بعت لك العقار بما فيها، لقد بعت لك الارض بما فيها، انا بعت لك الارض بكل اللي فيها، بالجدار بالاي حاجه هتلاقيها فيها دي بتاعتك انت، ما انا بعت لك خلاص. يجي الراجل بقى من الأمانة بتاعته يقول له إيه؟
لقد اشتريت منك الأرض فقط، أنا اشتريت منك الأرض بس. فتحاكما إلى رجل آخر، راح الواحد تاني بيحكوا له القصة بتاعتهم. فقال لهما إيه؟ فقال لهما واحد منكم هيزوج بنته للتاني وهينفق عليهم من سرة الذهب اللي انتوا لقيتوها دي. حكم ليهم بان هو واحد منهم هيزوج ابنه لبنت التاني وهيصرف عليهم من سرة الذهب. فما بالكم باللي احنا وصلنا له؟ دول ناس لو الموضوع ده حصل مع حد من زماننا احنا ده دلوقتي، كان ايه اللي هيحصل؟ كان هيقول لك يا عمي ده اللي بيلاقي فلوس بيروح ضايمها بجيبه على طول، ما بيفكرش يا بتاعت مين. وانت ممكن تبقى انت اصلا مش عارف الفلوس دي، واحد وجعت منه رايح يعمل بها عمليه، راح يكشف، راح يعمل، راح 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 راح، مش بتاعتك. احنا بنتحرى الحلال، لكن احنا دلوقتي اي حاجه بنروح يلا حط في جيبك على طول، مش فارقه بقى. ودي هنجيلها في القصه اللي جايه. القصه الاخره معانا في الامانه، ألا وهي قصة التاجر الذي كان يمتلك محل أقمشة. كان في تاجر بيمتلك محل أقمشة، ساب التجارة بتاعته للعامل اللي موجود وراح يقضي مصالحه. راح العامل شاف واحد يهودي جاي بيشتري منه بيع، راح يشتري منه حاجة، فهيشتري منه ثوب ثمنه 3000 درهم. هيشتري منه الثوب بتاعه ده، الجلابيه بتاعته، الثوب اللي هيشتريه ده ب3000. فالعامل ما بينلوش العيب اللي في الثوب بتاعه، فاخذ منه الفلوس واداله الثوب بتاعه ومشي. دي صاحب التجاره، ما هو راجل امين، ما هو راجل بيتقي الله. دي صاحب التجاره، فالعامل بيحكي له اللي حصل وقال له ان انا ما قلتلوش العيب اللي فيها، فاخذ الفلوس وراح يدور على اليهودي لحد ما دور عليه ولقاه، وقال له على العيب اللي في التوب بتاعه، قال له على العيب اللي العامل ما قالوش عليها، ما هي دي من الامانه. فلما قال له كده اليهودي يقول له ايه؟ اليهودي يقول له لقد اعطيتكم اموالا مزيفه، انا اديتكم الفلوس اللي معاكم دي اصلا فلوس اصلا مزيفه مش حقيقيه. لقد اعطيتكم فلوسا او اموالا مزيفه، واني اشهد انه لا اله الا الله، خذ هذه الاموال الطيبه وهات الثانيه، دينكم افضل الاديان. اليهودي قال له الدين بتاعكم افضل الاديان، ليه؟ ما هي دي من الامانه. جه دور عليه عشان يديله ايه؟ عشان يقول له ان التوب بتاعك اللي احنا بعناه لك فيه عيب واحنا ما بينلهوش، فخد الفلوس بتاعتك يا اما تقبل التوب على اللي هو فيه. قال له لا، دي الفلوس اللي معاك اصلا دي فلوس اصلا مش صحيحه، دي فلوس مزيفه، خد الفلوس الطيبه دي وانا اشهد ان لا اله الا الله. وبيقول له ان الدين بتاعكم افضل الاديان. لما احنا مش بنعمل بتعاليم ديننا، امال مين اللي هيعمل بتعاليم ديننا؟ وهم زمان كانوا سفراء للدين. التاجر كان من صفاته ان هو سفير للدين بمعاملته الطيبه، بالمعامله الحسنه بتاعته. ادعوا الله في السر وانتم موقنون بالاجابه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الصنف الرابع من صفاتهم التجار الأبرار، ألا وهي السماحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. في السماحة في المعاملة ربنا بيرحم البايع والمشتري واللي بيقرض، اللي بيدي الناس الدين. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة. بنعمل في بعض إيه إحنا؟ المسلم
أخو المسلم، ولا يحل لمسلم، ده جي تحريمه، ده أمر منهي عنه اللي هقوله بعد كده، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك عليه محرم، لا يحل، لا يحل لمسلم أن يبتاع لأخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. ما ينفعش إنك تبيع لأخوك بيعة تكون فيها عيب إلا لما تبين هذا. عارف لو زي ما احنا بنشوف كده الجماعة، مش كلهم طبعا، احنا بنقول الناس الغشاشين منهم، الناس الغشاشين اللي بتلاقيه بيحط الطماطم قدامك ولا اي فاكهة ولا اي حاجة، يحط لك اللي من قدام كده تشوفها ما شاء الله، تروح البيت تفتح الكيس تلاقي رؤوسه ضارب، تمام؟ وهو ده اللي بيعمل ده، مفكر ان هي مصل، بيقول لك التجارة شطارة. لا، هي دي مش شطارة، هي دي مش شطارة، اللي انت عملته دي مش شطارة، اللي انت عملته ده دخل تحت الصنف الثاني اللي هو التجار الفجار، اللي احنا هنختم الحديث بتاعنا بيهم، التجار الفجار، ده الصنف الثاني. ما هو تاجر بار وتاجر فاجر. التاجر الفاجر دوت من صفاته ايه؟ لما نيجي نسمع القرآن الكريم وهو بيقول لك ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. وأنت مش عارف أن أنت هتبعث يوم القيامة باللي أنت عملته، والكلام ده بقى شامل كل الناس، أنت مش عارف أن أنت هتحاسب يوم القيامة على كل أعمالك، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ليه احنا بنستهون بنظرة ربنا لينا؟ ليه احنا بنستهون بكلام ربنا؟ ليه احنا، ليه انت يا تاجر تدخل نفسك تحت الصنف الثاني وتبى من التجار الفجار؟ ربنا قال لك، النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. فين اخلاقك؟ فين الأخلاق بتاعتك في تجارتك اللي احنا لسه جالين قصة واحد أسلم بسببها، يهودي أسلم بسبب قصة راجل كان عنده أمانة في البيع، كان عنده أمانة في البيع والشراء. من غشنا فليس منا، اللي بيغش ما ليس مننا، احنا مش مننا اللي بيغش، من غشنا فليس منا. المحتكر ملعون، اللي بيحتكر السلعة ده ربنا لعنه. طب انت ليه تدخل تحت الطائفة دي اصلا؟ يأتي زمان على الناس، بيجي زمن على الناس لا يبالي المرء ما اخذ من المال من الحلال ام من الحرام. بيجي زمن على الناس ما تبقاش عارفة الجنيه اللي تجيبها ده حلال ولا حرام، ما تبقاش عارفة اصلا الفلوس اللي هي اكتسبتها دي من الحلال ولا من الحرام. هل اكتسبت الاموال بتاعتها ديت من بيع سجاير؟ هل اكتسبت الاموال بتاعتها دي من بيع المخدرات؟ هل اكتسبت الاموال بتاعتها دي من وراء البيع الغشاش، من وراء بيع التجارة المحرمة، من وراء كل شيء؟ ما انت لازم تحاسب نفسك. ولما بتكلم وقلتها في اول خطبة ان التجار مش المقصود بيهم الناس الكبيرة بس، ده اللي عنده كشك صغير داخل تبع التجار، اللي عنده اي حاجة كده بيبيعها، اللي بيتسوق، حتى لو هنتكلم مع الشباب اللي بيتسوق على الاونلاين، اللي بيتسوق على النت، اللي بيبيع ويشتري حاجات على النت، ما هي كلها دي لو انت ما اتقتش الله عز وجل وبعت. ما هو ياما ناس اتنصب عليها في البيع بتاع النت ده، مش ناس كتيرة اتنصب عليها ويقول لك حول لي الفلوس وانا هبعت لك البضاعه بتاعتك، ولا في بضاعه ولا في بتاع، ما لا يبعت له بضاعه ولا هيبعت له بتاع. ومش بتكلم كده، انا بقول كل الناس اللي بتبيع ديت ناس مش كويسه، ده انا بتكلم على فئه معينه من الناس. فهم الناس دي لازم يراجعوا نفسهم، لازم تراجع نفسك، ولازم تتقي الله عز وجل في كل ما اوتيت، في كل ما امتلكت، لازم تراجع نفسك. الفلوس اللي معاك في جيبك دي هل هي حلال ولا هل هي حرام؟ لازم تراجع نفسك، لازم كل واحد يحاسب نفسه قبل أن يغلق عليك باب القبر. ومن هنا
تبدأ المرحلة الجديدة التي لا فيها عمل، ما فيهاش عمل، هي فيها حساب بس. دلوقتي انت تقدر تعمل، ودلوقتي تقدر ترد المظالم لأهلك، ودلوقتي تقدر تكون من الناس الطيبين، الناس اللي هيدخلوا الجنة بإذن الله بغير حساب. راجع نفسك، كل واحد عامل أي مشروع كده يتقي الله فيه، يصنع الصنعة بتاعته بتقوى الله عز وجل، ويعرف ان اللي هياخد منه الحياة دي حط نفسه مكان الرجل اللي هيشتري، هل هو عايز يضحك عليه ولا لا. لان النهاردة انت لو ما انت بعت لي كيلو طماطم نص بايظ، ما انت هتروح تشتري اي حاجة تاني؟ ما هو انت مش خلاص، انت مش هتشتري حاجة تاني، هتشتري، هتروح لواحد تاني هيضحك عليك وهيدايرك، وزي ما انت عملت فيه هيتعمل فيك. ومش عايزين ندخل تحت طائلة الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم وقال لهم وقال في كتاب، وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم المحتكر ملعون. مش عايزين ندخل احنا تحت الطائفة دي، لا تحتكر سلعة ولا تغلي على الناس سلعة ولا تعمل اي شيء يضر بمصلحة المواطن. لازم كلنا نتكاتف في ايد بعض، لازم انا بالتاجر الصغير الجنبية بده 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 لحد ما نكتمل الى ارجاء البلد كلها، الى ارجاء المحافظة، الى ارجاء الدولة كلها. لازم كلنا نجي بجنب بعض، كاحنا، كاحنا مين؟ كاحنا كافراد. لان احنا لو ما رحمناش نفسنا ورحمنا بعضنا، ربنا مش هيرحمنا. ربنا بيدينا على جد النية بتاعتنا، ربنا بيدينا على جد اجتهادنا وعلى جد عملنا. مش عايزين نتواكل في الرزق، عايزين الكل يسعى، وان شاء الله الناس هتبتدي تنزل اشغالها. عايزين الناس ترجع بعد رمضان بتقوى الله عز وجل في الافعال وفي الاقوال وفي الاعمال، في كل شيء تتقي الله عز وجل. القران مخلص، الناس تقرا قران زي ما كانت بتقرا في رمضان، الناس تصلي في المساجد زي ما كانت بتصلي، الناس تعمل اعمال الخير زي ما كانت بتعمل. مش عايزين رمضان ينتهي وينتهي معاه كل اعمال الخير. نسأل الله العلي القدير أن يرفع مقدارنا وقدارنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا. اللهم اكتبنا عندك من الأبرار، اللهم اكتبنا عندك من الأخيار، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم سد الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اهد كل عاصي، اللهم اهد كل عاصي، اللهم اهد كل عاصي. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واقم الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.